بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اتكلمنا امبارح على النروح وعزيمه ال 11 لاعب اللي كانوا موجودين امبارح في المنتخب التونسي، ساعدتهم ان هم يطلعوا كسبانين في المباراه، بس ما اتكلمناش على منذ الاجبال وازاي حضر المباراه، لان منذ الاجبال للامانه عرف يرى المنتخب النيجيري صح. منذ الاجبال للظروف ساعدته امبارح انه يثبت للعالم كل ان هو عبقري. الناس كلها كانت بتقعد تنتقد منذ الاجبال انه واخد امين بن حميده، اسامه الحدادي، علي معلول، وكمان العبادي اللي هم اربعه بيلعبوا ناحيه الشمال. ليه يا مفتري كده؟ علشان تقعد تتفرج على المنتخب التونسي في الظروف اللي حصلت دي كلها، مين اللي بيلعب المباراه الحاسمه والمباراه المهمه قدام نيجيريا؟ اسامه الحدادي. ليه؟ عشان علي معلول مصاب، وعلشان بن حميده مصاب. ده منزل الكبير طلع عنده رؤيه مستقبليه. اه والله بجد، اللي هو تخيل منزل الكبير كان عامل حساب لكل الحاجات دي ازاي. يعني منزل الكبير لما اختار اربع حراس وفي حارسين دلوقتي مصابين وحارس كان مطرود، فمنزل الكبير الاربعه طلعوا مفيدين، اللي هو القايمه اللي الناس كلها كانت بتسخر منه والقايمه الناس كلها كانت بتتريق عليه، لما راح في البطوله اظهر ان هو كان عبقري وكان عنده رؤيه مستقبليه والناس دي كلها ما كانتش فاهمه اي حاجه. اللي هو في حاجه في البطوله دي غريبه، اللي هو لما خسرنا احنا من نيجيريا كنا معرضين ان احنا نلعب سيراليون او غينيا بيساو، بس في النهايه لعبنا منتخب كوت ديفوار. اللي هو في حاجات بتحصل في البطوله دي غير منطقيه. بس بصراحه منذ الكباير كان قاري المنتخب النيجيري كويس جدا امبارح. 4-3-3 لعب بيها منذ الكباير. مباراه دفاعيه بالشق الاول، مباراه دفاعيه منذ الكباير قرر ان هو ينزل يعملها، مباراه دفاعيه بيعتمد فيها على ثلاث لعيبه بس بيعملوا ادوار هجوميه، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، حمزه رفيعه. وحمزه رفيعه بيعمل ادوار دفاعيه مع انيس بن سليمان علشان يساندوا محمد درجر ان هم يلعبوا ويقفلوا على سايمون، لان سايمون واحد من ابرز اللعيبه اللي موجودين في المنتخب النيجيري. منتخب نيجيريا نقطه قوه الثلاث ماتشات اللي فاتت انه كان بيلعب 4-3-2، كنا بنلاقي ان هو بيلعب باثنين مهاجمين دايما، اللي هو ايناتشو لاعب ليستر سيتي، وكمان تايو ويوني لاعب يونيون برلين الالماني. تايو ده بقى امبارح مفترض منتخب نيجيريا بكره مدربه اوجوستين كانوا بيعتمدوا على ايناتشو هيجي من تحت وتايو هيكون هو الفرويد اللي هيكون موجود في منطقه الجزاء، ودي ما ساعدتش ايناتشو لان ايناتشو لعيب ما بيعرفش يجيلك من العمق. ايناتشو حطه على الطرف هيخش على منطقه الجزاء، انما ايناتشو مش هو اللي يلعب تحت الفرويد، مش ايناتشو خالص. فالمنتخب التونسي امبارح كان محظوظ من ناحيه ان المنتخب النيجيري مدربه بدا المباراه غلط، وده لازم يكون عندك حظ علشان تطلع كسبان من المباريات. هي كره القدم كده، ممكن تعمل اي حاجه وتلاقي ان انت مش موفق. المنتخب التونسي امبارح عمل مباراه دفاعيه كان بيعتمد فيها على كوره او كورتين، اللي هو مباراه النص فرصه حرفيا، بعتمد على المساكني انه يعمل ادوار هجوميه لان المساكني هيغطيه عيسى العيدوني واسامه الحداد مش هيعملوا واجبات هجوميه علشان يقفلوا على شيكوزوي لازم يتقفل عليه من لعيب نص ملعب زي العيدوني اللي كان موفق جدا امبارح، وكمان لعيب زي اسامه الحدادي. وبرده عشان ما ننساش الياس سخير امبارح قدم مباراه كويسه جدا، وده اللي اظهر لعيب زي ايناتشو ان هو فاشل في حته ان هو يلعب مركز 10. فلعيبه منتخب تونس بتاع نص الملعب امبارح كانوا الثلاثه قدموا مباراه جميله جدا، سواء السخيري، سواء انيس بن سليمان، سواء عيسى العيدوني، الثلاثه قدموا مباراه مميزه جدا. يوسف المساكني كان الاعتماد كله عليه هجوميا، سيف الدين الجزيري كان اوقات كتيره جدا بيروح لوحده خالص، حمزه رفيعه اوقات كان بيحاول ان هو يطلع بس كان بيخاف ان هو يطلع وما يلحقش يرجع يقفل على سايمون. فالمنتخب التونسي امبارح كان مميز جدا في الحته دي، كل لاعب عارف دوره ايه. ده طبعا بجانب مباراه عالميه لبلال العيفه، بلال العيفه اللي عمل واحده من افضل مبارياته اللي انا اتفرجت عليها من ساعه الراجل ده من ضمن المنتخب تونس، سواء كاس العرب او سواء الماتش بتاع امبارح قدام نيجيريا او الماتشات اللي قبلها. بلال العيفة عمل احسن ماتش ليه اتفرجت عليه من ساعه ما الراجل ده منضم لمنتخب تونس. وطبعا منتصر الطلبي عمل مباراه كويسه جدا، وراهم برده للامانه يعني الحارس بشير بن سعيد عمل برده تصدي جميل جدا، يعني عمل تصدي حلو جدا في تقريبا كده الدقيقه 86 85 عمل تصدي جميل جدا. فالامانه لعيبه المنتخب التونسي امبارح كانوا مميزين جدا. طب المباراه الدفاعيه دي لو المنتخب التونسي لا قدر الله كان اتهزم كان الكلام كله هيبقى على عقلة منزل الكبير، بس لما المنتخب التونسي كسب لا، بس المساعد بتاع منزل الكبير هو اللي كان بيدير الماتش، اللي هو يا راجل بجد والله ما نتكلم كده ونقول منزل الكبير كان فاهم صح، كان فاهم ان انت ما ينفعش تنزل قدام منتخب نيجيري وتحاول انت تاخد الاستحواذ وتلعب مباراه جميله تعجب الجمهور، مباراه جميله تعجب الجمهور تطلع خسران فيها سكور، لان في نص ملعبك مش هيعرف يقف قدام ويلفرد انديدي لما بيكون في حالته الموضوع بيكون صعب جدا انك تعرف تاخد منه استحواذ، وامبارح انديدي طلع مان اوف ذا ماتش حرفيا بالنسبه للمنتخب النيجيري. فاحنا بنتكلم عن ويلفرد انديدي كان صعب انك تخش معاه خناقه في نص الملعب على الاستحواذ. فالمنتخب التونسي لما قرر يسيب الاستحواذ ولما قرر يلعب مباراه دفاعيه كان عارف كويس جدا ان هو هيعتمد على يوسف المساكني في واحده
او في سيف الدين الجزيري في واحده يخلصوا بيها المباراه، ونلعب مباراه طويله مع المنتخب النيجيري. ما عندناش مانع ان احنا نلعب مباراه طويله مع المنتخب النيجيري طول ما احنا قادرين نقفل على اطراف المنتخب النيجيري سواء شيكازوي او سواء سايمونز، فاحنا بامان، لان ايناتشو مش هو اللي هيقدر يزيد هجوميا زي ما قلنا، ومش هو اللي هيقدر يكون عنده دور صناعه اللعب القوي. والمهاجم اللي هو تيمو الراجل برده ما عندوش اللي هو الواجبات اللي هو هينزل تحته ويحرك الفريق والكلام ده. فالمنتخب التونسي امبارح كان بان طريقه لعبه كويس جدا، وكان داخل الماتش محضر كويس جدا، والكوره ساعدتك، الكوره ساعدتك علشان خاطر كل لاعب بيعمل اللي عليه. فيوسف المساكني في بدايه الشوط الثاني في واحده من الهجمات التونسيه القليله جدا، لان احنا متفقين انت بتلعب مباراه الفرصه او الفرصتين، الفرصه جت المساكني شايط دخل الجون، خلاص المنتخب التونسي هيفضل قافل زي ما هو. المنتخب التونسي هيكمل بنفس الهجمات المرتده ونفس الاعتماد على الهجمات المرتده، علشان يجي هنا برضو التوفيق، التوفيق المدير الفني اللي قدامك والفرقه اللي قدامك تبقى بتعك. يعني مثلا المنتخب النيجيري خسران، فالمنتخب النيجيري جاستين يقرر ان هو يعمل ايه؟ اول حاجه عملها راح مطلع ايناتشو، اللي هو ايناتشو مفترض ان انت تطلع الفيرود وتخلي ايناتشو مكانه، ده مفترض ككوره، او مفترض انت تلعب باتنين فراوده، لا هو طلع ايناتشو ونزل مكانه اليكس ايوبي، وفي الدقيقه 60 راح مطلع المهاجم ومنزل مكانه اوليانكا، اللي هو غير الاثنين مهاجمين، غير واحد من غير مهاجم ونزل مكانه طرف اللي هو الاسطوره الحيه اليكس ايوبي، ونزل مهاجم مكان مهاجم. وعلشان الاقدار والمنتخب التونسي كان موفق، فالاسطوره الحيه اليكس ايوبي يوسف المساكني للامانه برضو عرف يغلطه وعرف يطرده كويس جدا، لان المساكني دخل عليه وقدر ان هو ياخد الكره من قدامه، فاليكس ايوبي شاط المساكني ودخل في المساكني فاستوجبت ورقه حمراء. من بعد الورقه الحمراء خلاص المنتخب النيجيري الموضوع بالنسبه له بقى صعب جدا، بس برضو اللعبة الافريقيه ما تأملهاش، السرعات والقوه البدنيه والتحمل لحدات 90 والماتشات القويه بدنيا هتلاقي موجوده حتى لو المنتخب النيجيري بيلعب ناقص لاعب. المنتخب النيجيري كان خطير جدا في اللحظات الاخيره. المنتخب التونسي قرر ان هو لا بيلعبوا 10 نطلع بقى نهاجم، لا المنتخب التونسي قرر ان هو بيلعبوا 10 هنكمل بنفس الاسلوب الدفاعي بتاعنا. احنا جايين النهارده نعمل مباراه دفاعيه. تغيرات المنتخب التونسي كان نعيم السليتي مكان حمزه رفيعة، ونعيم السليتي لما نزل مكان حمزه رفيعة معناها ان انت دلوقتي هتبدا تهاجم بثلاث لعيبه، هتهاجم بالجزيري وهتهاجم بمساكني وهتهاجم بلعيب زي نعيم السليتي، في مقابل نعيم السليتي لسه هيرجع يعمل ادوار دفاعيه علشان يساعد انيس بن سليمان زيه زي حمزه رفيعة مكان بيعمل جوه الملعب بالظبط. سيف الدين الجزيري كان موفق، كان موفق. سيف الدين الجزيري كان قادر على الاقل ان هو يعرف يضغط على خط نص المنتخب النيجيري، وكان قادر ان هو يضغط على الاثنين مساكين بتوع المنتخب النيجيري. الناحيه الثانيه المساكني قدم مباراه عمره، سجل هدف وتسبب في طرد اليكس ايوبي. خط النص ساهم في طريقه لعب المنتخب التونسي. اسامه الحدادي دايما بيلاقي مساندات، محمد درجه دايما بيلاقي مساندات، بلال العيفه بيقدم مباراه عظيمه، منتصر الطرب بيقدم مباراه عظيمه، تحتيهم بشير بن سعيد بيقدم مباراه عظيمه. كله بيقدم مباراه عظيمه دفاعيا، والاثنين لعيبه اللي مطلوب منهم انهم يعملوا ادوار هجوميه، واحد قدر ان هو يساهم في هدف وفي طرد، والتاني كان على قد ما يقدر بيحاول يشد الفرقه لقدام، والتالت لما نزل لهم يعمل ادوار هجوميه نعيم السليتي كان مميز جدا، بيقف على الكوره بيحاول يضيع وقت كتير. لحد ما هنا قررنا ان احنا نغير الاثنين اللي بيعملوا الادوار الهجوميه، نغير سيف الدين الجزيري تقريبا، غير سيف الدين الجزيري في الدقيقه 86، وغير وهبي الخزري في الدقيقه 86، اللي هو احنا محتاجين نقوي الشق الهجومي برده بنفس الاثنين لعيبه اللي يعملوا الادوار الهجوميه. هنا بدل المساكنه هيكون وهبي الخزري، وهنا هيكون نزل عصام، عصام هيعمل ادوار هجوميه هو ولعيب زي وهبي الخزري ونعيم السليتي، هنبقى نهاجم بثلاثه بس، والباقي برده بيعمل ادوار الدفاعيه، مكملين بنفس الشغل. فبصراحه الشهاده لله منذ الاجبار عمل مباراه تكتيكيه عظيمه جدا، مباراه تكتيكيه كان عارف هو نازل يعمل ايه. المباراه دي على فكره هي انك جيت تقول جونر سولشار في مانشستر يونايتد، يعني لو بتقول ان دي مش مباراه كره قدم وازاي هاجم بثلاث لعيبه بس ووقت كان بيهاجم باثنين، لا هي دي مباراه كره القدم، هو ده المباراه اللي بتنتمي للمدربين الواقعيين. ومنزل كبير كان واقعي، منزل كبير كان نازل عايز اكسب بطريقتي، لو خسرت كانت الناس كلها تتكلم على اقالتي. فمنزل كبير امبارح كان معرض لسيناريوهين، ان هو يطلع كسبان والجمهور كله هيشيد بطريقه لعب المنتخب التونسي، يطلع خسران ومش هيركب معاهم الطياره ومش هيرجع معاهم على تونس، زيه زي مباراه توتنهام امبارح. توتنهام امبارح كان بيلعب حرفيا نفس الشغل ده، كان في اتنين بس بيهاجموا، هاري كين والهاف الهولندي اللي هو ستيفن بيرجوين، هما الاثنين كانوا بيعملوا ادوار هجوميه بس. فموضوع انك تهاجم باثنين او بثلاث لعيبه بس دي
موجوده في العالم كله عزيزي، ولو مش موجوده وانت ما شفتهاش قبل كده فتعالى اعمل لايك او سبسكرايب هنا عشان نتفرج عليها في الماتشات اللي هتكون موجوده في الدوري الانجليزي السنه دي، لان اغلب المدربين الدوري الانجليزي لا بيعملوا مباراه دفاعيه، بيهاجموا بلاعبين او ثلاثه عادي، يعني هي الكوره كده عزيزي. ما تبصش انت ليورجن كلوب او بيب جواردولا، دول من عالم ثاني خالص، بس احنا عالمنا الواقعي منذ الاجبار قدر ان هو يطلع كسبان النتيجه. المحصله النهائيه المنتخب التونسي استحق ان هو يطلع كسبان المباراه بطريقه لعبه، بمحافظته على الاداء الدفاعي، باستغلال الفرص اللي اتيحت ليه للتسجيل. لو عجبك الفيديو مع اننا طولنا اعمل لايك او سبسكرايب. لو ما عجبكش الفيديو فتذكر دايما ان عالم كره القدم مش في الكلام اللي انت بتحب تسمعه بس، في كلام انت ما بتحبش تسمعه بس، عادي يا معلم. في الحالتين الف الف مبروك للمنتخب التونسي الفوز على واحد من اكبر المرشحين في البطوله وهو المنتخب النيجيري.